النهارده ريبورتاج من شويه مختلف، لانه ضيفتنا هتكون طفله مسلمه، بس فعلا مسلمه. المفروض ان شاء الله ربنا يقدرنا وكلنا نربي ولادنا نفس التربيه دي، بحيث يطلع كل الجيل الجاي اولادنا كلهم مسلمين صح، فاهمين يعني ان هم مسلمين وفاهمين اعدائهم مين. الطفله دي هتعرفكم دلوقتي على نفسها. هي بنت اخت ليا في الله وايده، وبنت الفنان وجدي العربي، وهي اسمها بسمله، وهنسالها كمان. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ بسمله. بسمله عندك كام سنه؟ 3 سنين ونص. انت مسلمه؟ بسمله انت تعرفي اليهود؟ بتحبيهم؟ لا ما بتحبيهمش ليه؟ عشان هم ايه؟ قردة وخنازير. عشان هم قردة وخنازير؟ مين قال عليهم كده؟ ربنا. قال عليهم فين؟ في القرآن. قال عليهم في القرآن كده صح. طب ويا بسم الله اليهود بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ شركة بيبسي. لو قلتي انت تعرفي المقاطعة كمان يا بسملة؟ وهم كانوا بيحبوا سيدنا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. كان ليه كانوا بيعملوا فيه ايه اليهود؟ عشان هو ويقدر يقتل حد كمان. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قوي، كان يقدر يقتلهم. طيب وانت تعرفي حديث عن اليهود مع سيدنا محمد عملوا فيه ايه؟ ايه؟ في قصه انت عارفاها؟ ايه؟ بتاعت الست اليهوديه. الست اليهوديه عملت ايه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ كان في الست اليهوديه ايه زوت خروف وزوحته وعلمت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإيه لما قالت اليهود لم تغتسل بشم قالت له فقال لها ليه عملت كده؟ قالت له لا لو أنت غسان هتموت ولا يزحمنك، لا طب لو أنت صادق الله يحميك. وربنا حمى الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا. وأصحابه ماتوا وهو راح موت الست دي. طبعا كانت حطت لهم السم في الأكل اليهودية دي. بسم الله ما شاء الله على بسملة، بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها. ويعني الواحد فعلا ما يتمناش من ربنا ابدا بنت اكتر او من كده مؤمنه قد ايه ما شاء الله. ربنا يكرمها وربنا يكرم والدها ووالدتها. واحنا المفروض هو ده الاطفال الجيل الجاي ان شاء الله، لازم هم يبقوا المسلمين الصح كده، نربيهم من وهم اطفال كده ان هم يبقوا مسلمين صح.